الغني والتي جاءت هذه المرة بعنوان موسم الانقلابات العسكرية. يستهل عثمان مرغني زاويته بالقول: لا يمر وقت طويل في السودان إلا ويعلن عن محاولة انقلابية قد تكون في طور النطفة أو العلقة المخلقة وغير المخلقة، قد تكون في آخر مراحل التخلق قبل ساعة الصفر. والمثير للدهشة أن الأمر ينتهي بانتهاء بث أخبارها، ولا يرى الناس أو يسمع محاكمة عسكرية أو مدنية للمتورطين في المحاولات الانقلابية. ويمضي عثمان فيقول: ومن فرض حالة التطبيع مع أخبار الانقلابات لم يعد الشعب ينتظر براهين أو أدلة أو حتى متابعة لمصير الأسماء التي تتهم بالضلوع في مثل هذه الأعمال التي يعاقب عليها القانون، حتى ولو كانت في طيات النوايا لم تظهر للعلن. ويواصل عثمان مرغني بالتساؤل: إلى متى يظل السودان رهن المحبسين، محبس الانقلابات الناجحة ومحبس الانقلابات الفاشلة؟ ويستمر عثمان فيقول: صحيح الآن على سدة الرئاسة في القصر الجمهوري ممثلون للقوات النظامية، لكن التجربة السودانية أثبتت أن تمثيل سكان القصر الجمهوري لمؤسساتهم النظامية له تاريخ صلاحية قصير جدا، سرعان ما يتحول التمثيل من إنابة عن المؤسسة العسكرية إلى أصالة عن الحاكمين أنفسهم، وهي اللحظة التاريخية الفارقة التي تدشن بداية التهديف بالانقلابات في مرمى السلطة. ويختم عثمان مرقني بالقول: بلد عمره أكثر من 65 عاما يفترض أنه بلغ سن الرشد الوطني وودع عهود الانقلابات العسكرية إلا إذا كان كبران بجهله.